حقيقة ما هناك كلمة معينة، لكن الكلمة هي شكر لمنتدى حقيقة الثلاثاء وعلى رأسه الأستاذ المهندس جعفر الشاي. وين على فكرة جعفر؟ ايه تعال قرب يا أخي تعال، أنت اليوم طبعا حقيقة هذا المنتدى من أفضل المنتديات على مستوى المنطقة الشرقية، وأعرف أنه الأستاذ جعفر حقيقة وزملائه ما شاء الله من 20 سنة تقريبا، ولا لا يا أستاذ جعفر، قاموا على هذا وهو متنوع وصار بصمة من بصمات المنطقة الشرقية. فحقيقة أنا من هالمنبر أنا أشكره وأقول حقيقة المنطقة الشرقية تتميز في جميع المجالات، وهذا شيء رائع سواء الثقافة أو الفنون أو الاقتصاد أو الصناعة. المنطقة الشرقية فعلا تمثل حقيقة المملكة العربية السعودية بجميع أطيافها في هذه المنطقة الجميلة. ما في شك نشكر طبعا جامعة الأصالة، ولكن الشكر الجزيل لفارس هذه الأمسية الدكتور شويخات، حقيقة أمتعتنا جدا، وأنا كنت حريص أني أحضر وأسمع. هذا اللي تفضلت فيه حقيقة هو هاجس مجتمعات العالم وليس المملكة العربية السعودية، الاستدامة والكل يبحث عنها، حتى أن الإنسان ربما يحاول يطول عمره من الاستدامة يعني، وهذا نسمع أنه في تطويل للعمر طبعا، الحين الإنسان الآن ما يموت يعني إلا بعد 90 ترى بعد هالأدوية هذه من الاستدامة من العلم طبعا. فحقيقة جيد جدا أن الإنسان يسمع، وهي تعطي فال خير للشعوب، وأيضا أنه يكون هناك من الجميع التكاتف زي ما تفضلت والأخوان، أنه تكاتف والمجتمع بجميع أطيافه لخلق استدامة تكون جيدة للمجتمعات سواء الموجودة أو اللاحقة. فأنا حقيقة أشكر الجميع وأشكر الأخوان اللي حاضرين، ومحاضرة قيمة جدا ورائعة، شكرا لكم وتحياتي للجميع. أكيد أشكر المقدم ما شاء الله عليه جدا رائع، أنت ما شاء الله عليك، شكرا دكتور.